أهلا بيكم يا جماعة، والفيديو رقم 10 بقى في الجزء الأول من يونت 4. وزي ما احنا شفنا في اليونتس الثلاثة اللي فاتوا، بنبدأ بالجزء بتاع الفوكاب المهم واللانجوج نوتس بقى وورد ستادي وحاجات مهمة جدا. طيب الديفينيشنز بقى والكلمات اللي ليها تعريفات في اليونت دي، واللي هي اهم طبعا، والمور فوكابيولاري اللي بعديها ده برضه مهم، ما بقولش مش مهم. احنا ده بنركز عليه اكتر في التشوز، الكلمات دي والمشتقات منها. المور فوكابيولاري ده والكولوكيشنز والكلمة والعكس بتاعها والكلمة والمرادف بتاعها والحاجات الباقية وحروف الجر، كل ده بيفيدني في باقي الأسئلة بتاعة الامتحان إن شاء الله. طيب نشوف كده، احنا بنقول الكلمات الأساسية، لكن هتلاقي جدول برضو في الديريفاتيفز بقى اللي هي المشتقات من الكلمات دي، مهمة جدا، وهنعلق على حاجات مهمة جدا في اللانجويج نوتس بعد شوية. alive alive يعني دي adjective معناها حي، على قيد الحياة. living يعني not dead. challenging challenging يعني حاجة بتشكل تحدي للواحد، يعني هي interesting، شائقة بالنسبة له لكن فيها صعوبة ان هو يعملها. interesting but difficult to do. moving حاجة moving بتدي معنيين، هنا المعنى اللي موجود في ال definition اللي هو حاجة بتحرك المشاعر والانفعالات بتاعت ال making you feel strong emotions، انفعالات قوية. الواحد مثلا يتفرج على مشهد في فيلم فتلاقي دموعه نزلت كده، بيبقى الفيلم ده موفينج بقى بالنسبه له، especially السادنس وبالذات الحزن طبعا. لكن في موفينج جاي من موف يتحرك، موفينج بمعنى حاجه متحركه. هتيجي المعاني دي كلها طبعا. publisher الناشر يعني الشخص او الشركه، هو احيانا بيبقى شخص a person or company that produces books for people to buy. aching aching يعني pain يعني ألم، وتيجي بمعنى مؤلم أو موجع كأجكتيف. يعني fainting في حالة إغماء يعني unconscious فاقد الوعي for a short time لوقت قصير. in vain عبثا بلا جدوى، يعني أنا رحت وفي الآخر لا، without success بدون نجاح، يعني عبثا او بلا جدوى. روبن ده طائر اسمه ابو الحناء يا جماعه، نوم a small bird with an orange front rein، من قاره كده لونه برتقالي كده. ايز تجي كفيرب بمعنى يخفف، اهو هنا جاي اهو بمعنى make something less difficult، وتيجي بمعنى يلطف، تيجي بمعنى ناون، برضو تيجي ناون بمعنى سهوله. والمور فوكابيولاري ده طبعا يا جماعه زي ما قلنا نلجأ للديكشنري بتاع كولينز، ولا اي قاموس انت عندك بينطق على الاندرويد. سهل جدا ان اعرف نطق الكلمه واعرف معناها، ومعناها موجود اهو. الجزء بتاع الليسننج طبعا هتلاقي كلمات معينه تحتها خطوط يا جماعه، الكلمات دي مهمه سواء بتتكرر في الجرامر او متكرره في الفوكاب فوق. نيجي بقى للجزء بتاع ال language notes والword study بقى اللي في اليونت اللي هنا. اول حاجة انا عندي كلمة الفيرب بريك يا جماعة، بيجي مع مجموعة من المتلازمات وال نقول التعبيرات معينة جميلة، وفي نفس الوقت بتتكرر كتير في جمل تشوز. break the rules break the rules موجودة في النص بتاع الليسننج، بيخالف القواعد يكسر القواعد، not follow يعني ما يمشيش عليها، not follow the usual rules. طيب يقول لك he broke my heart، يعني كسر قلبي. يكسر قلب هنا يعني يسبب حزن شديد للشخص. make someone very unhappy. break the law break the law شبه break the rules اللي في الأول، يخالف القانون. do something that is either illegal unlawful. break a record أو ساعات تبقى break the record بمعنى يحطم الرقم القياسي في رياضة معينة مثلا.
ويعني ايه حط رقم قياسي؟ يعني يوصل لنتيجة أفضل من غيره. أهو do something better than anyone else or achieve something that no one else has achieved. أول واحد يعمل يحطم الرقم ده ويوصل للنتيجة دي. break a promise يخلف الوعد أو نقول لا يفي بوعده. not to do what you have promised to do. طيب طبعا ده الأساس اللي موجود، لكن وفي examples اهي على موضوع ال expressions دي مع break. Emily Dickinson's novel often broke the rules، ما مشيتش على القواعد. It broke my heart to hear about the earthquake، اما سمع عن الزلزال والضحايا اللي فيه. You can go to prison if you break the law. He did his best to break the world record، الرقم القياسي العالمي. I never break a promise، ده بجن آدم كويس. أنا لا أخلف، لا أحنث بوعدي، لا أخلف وعدا. لكن break بتستخدم برضو يا جماعة في عبارات وتعبيرات ومع حروف جر معينة بمعاني أنا ممكن أشوفها مثلا في comprehension، في وأنا بكتب مثلا في essay ولا حاجة، فدايما بنتوسع شوية عشان يفيدنا في باقي الأسئلة. break the code يفك شفرة حاجة مثلا جهاز بتاع. break free يتحرر بالقوة طبعا. break open يقول لك he broke the door open، فتح الباب بالقوة. to break in يقتحم مكان غالبا بغرض السرقة مثلا. break in بس بدون مفعول يا جماعة، لكن break into يقتحم بالقوة مع مين؟ مع مفعول بقى. اقول مثلا they broke into my house and stole the money، لكن اقول they broke in واروح ساكت and stole the money، مش محتاج ان انا استخدم مفعول. make a break بمعنى يهرب من سجن مثلا. break his word لا يفي بوعده، دي زي break his promise. at daybreak في الصباح الباكر عند مطلع النهار. break down يتعطل، دي للآلات. break down لما استخدمها للأشخاص بمعنى ينهار. breaking news نسمعها لو احنا بنشوف أخبار بالإنجليش يا جماعة، فجأة كده تظهر breaking news وفي العربي يقول لك خبر عاجل. طيب برضو كم example اهو. the enemy were unable to break the code. the horse tried to break free from the stable. stable هو الاستابل بتاع الخيل. The thief broke the safe. فتح الخزنة بالقوة and stole the money. هنلاقي بقى بعض الملاحظات الهامة جماعة خلي بالنا منها. الأجكتيفز اللي بتبدأ بحرف الأي لا تستخدم قبل الاسم. أما تستخدم فين؟ بعد أفعال زي verb to be، زي seem يبدو، look يبدو، appear يبدو، feel، become. أفعال معينة هي اللي ينفع يجي بعديها الأجكتيفز اللي تبدأ بالأي دي. وواضحة إحنا عارفين معظمهم. asleep، awake، alone، afraid، aware، abroad، alive. the child is asleep، لكن ما أقولش asleep child. ممكن أقول the child is sleeping. I'm always awake، يعني I always wake up لما استخدمها verb بقى at 6 o'clock. That 500 year old tree، هذه الشجرة اللي عمرها 500 is still living يعني. طيب في برضو adverbs، أحوال يا جماعة بنسميها adverbs مش كده. الادفيرز دي برضو بتبدأ بإيه؟ زي abroad، ashore، ahead، along، aside، aboard. وخلي بالي هنا abroad لكن هنا aboard. طيب زي ما اقول مثلا ايه، we swam ashore. ايه we swam ashore؟ يعني we swam to the shore. يبقى ashore ككلمة واحدة تدي معنى to the shore. اخلي بالي من الكلام ده طبعا في التشوز. we walked along the beach، يسير بامتداد بحيث كده يمشي على طول يعني. and watched the swimmers. the boat went slowly because there were rocks ahead. ahead القارب ماشي ببطء ليه؟ لان في حجاره جايه قدام، فطبعا لازم يعمل حسابها.
حاجة تاني بقى، أخلي بالي من الأفعال دي يا جماعة. مرت أولى ثانوي، مرت تانية ثانوي، وين وين ولوز. وين بتيجي مع حاجات زي ماتش، كاب، ميدال، ميدالية، كومبيتيشن، مسابقة، برايز، وور، الحرب، ابروفال، موافقة، سبورت، دعم أو تأييد. Which year was it that Italy won the World Cup؟ في أي عام فازت إيطاليا بكأس العالم؟ أنا ما أعرفش. Her plans have won the support. اكتسبت خططها مساندة ودعم وتأييد السكان المحليين. لوز يخسر أو يفقد أو تضيع منه حاجة. لوز إيه مثلا؟ لوز ماتش، يخسر في الماتش. لوز جاب، يفقد وظيفته. لوز سموان، يعني الشخص ده داي مثلا. لوز كيز، انترست، يفقد الاهتمام. بيشنس، الصبر. ويت، يخسر وزن، يعني مش يخسر وزن بقى، يخس بقى، يفقد وزن. هير، بلاد، الدم لو متعور مثلا. لوز سايت، يفقد البصر زي طه حسين مثلا لما كان صغير. لوز ميموري، الذاكرة. تايم، ماني، هيز مايند، يفقد عقله بقى خلاص. ده لوز تو بقى لما استخدمها في الرياضة، يقول لك خسر قدام نادي كذا مثلا. يقول لك هي لوست هيز ليج، فين ده حادثة بقى. هي كيبت اون كراينج اند اي لوست ماي بيشنس فنفد صبري. ليفربول لوست تو ارسنال، ليفربول خسر قدام الارسنال. طبعا احنا عايزين ليفربول يكسب، صح. كاتش بقى بتيجي بمعاني مختلفة يا جماعة على حسب الكلمة اللي بتيجي مع كاتش. يعني مثلا كاتش بس معنى يلحق بالاتوبيس، ومع ترين، مع بلين يلحق بيه. لكن كاتش اثيف معنى تغير، يقبض على. كاتش فيش يصيب. كاتش ديزيز، يصاب بمرض. كاتش كول، يصاب بنزلة برد. كاتش فاير، تشتعل فيه النيران. يعني خلي بالي من ان ال 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 الكلمة لما بتتغير هنا يا جماعة، المتلازمات دي مهمة وخلي بالي منها. The police called the thief. He always catches the 10:30 a.m. train. مفروض نفس الـ a.m. دي. Tour. Miss بقى. Miss مع باص يفوتوا بقى وسيلة مواصلات معينة. ترين. Miss breakfast، فاته الإفطار. لو في فندق مثلا نزل متأخر وكان الإفطار بقى وقته خلص. لوس سموان، يفتقد شخص يعني يوحشه. مس سموان، يفتقد. لكن لوز سموان، لا يفقده، يعني ممكن يكون مات مثلا. لوز اتشانس، تفوت الفرصة. سوري، مس اتشانس، تفوت الفرصة. يعني مثلا اقول جملة زي كده. The bullet، الرصاصة، missed his heart by a couple of centimeters. يعني الرصاصة أخطأت قلبه. أيوة، كان ممكن يجي في قلبه، كانت على بعد عدة سنتيمترات أو سنتيمترات قليلة من أو 2 سنتيمتر من قلبه. I missed the start of the exam، فاتني بداية الامتحان. ليه؟ My bus was late، الباص اتأخر. الكلمات دي يا جماعه فيها حاجه شاذه بقى، اللي هم مين؟ somebody، someone، something، somewhere، anybody، anyone، anything، anywhere، nothing، nobody، nowhere. ان لما يبقى في adjective، الadjective تيجي بعديهم مش قبليهم زي بقى الكلمات. يعني انا مثلا اقول a clever boy، مش كده؟ stupid man. لكن هنا اقول somebody clever، someone stupid، something interesting، somewhere far، anybody clever، وهكذا. يبقى خلي بالي من استخدام الادجكتيف بعد الكلمات دي. مثال مثلا this place doesn't look very promising، يعني لا يعد بالكثير. but let's try and find somewhere nicer for dinner. ده بيتكلم على مطعم مثلا وشكله مش حلو. لا، اشوف مكان احسن. اي somewhere و nice ال adjective جت بعديها. I couldn't find anything interesting on the television so I had an early night. يعني I had an early night، يعني رحت نمت بدري.
ما فيش anything interesting في التي في عادة. There is somebody outside. Who wants to speak to you. Shall I let him in? Nobody present at the meeting was able to offer me any useful advice. نخلي بالنا بقى من استخدام make والانفينيتيف يا جماعة. We can do a lot to help make. تلاقي make جاية infinitive بعد help. أو ممكن أقول help to والانفينيتيف. يعني تنفع كده وتنفع كده. كلمة live بقى نتكلم على الاستخدامات بقى مشتقات من الكلمات المهمة بتاعت الديفينيشنز اللي قلناها. live كفيرب بمعنى يعيش. live in Cairo مثلا. live بصوا نفس السبيلنج لكن تلاقي النطق اختلف. live بقى مبث مباشر على الهواء مباشرة. the match was live on TV مثلا. live عايز اقول عاش حتى سن. انت بتكلم على شخصية مثلا معينة في الاسي ولا حاجة وعايز تقول عاش حتى سن كذا اقولها كده live to the age of او live to be. يعني اقول my grandfather lived to be 80 او lived to the age of 80. live on يعيش على يا اما طعام معين او دخل معين بيكسبه. babies live on milk مثلا. they have to live on a pension معاش of 500 pounds. ويعملوا ايه دول. live a life of لما تكلم ده عايش حياة رفاهية عايش حياة جريمة حياة صعبة. she lived a life of hardship. hardship حياة هنا يقصد بيها شاقة صعبة. a life of crime. life of luxury رفاهية. live up to يعني يعيش وفقا لي مبادئ قيم اخلاق معينة. he lived up to his principles مبادئه. live within your means. يعيش على قدر دخله. عارف زي يقول لك مد الحافك على قد رجليك مثل بقى البلدي ده نفس المعنى. يعني عيش في حدود امكانياتك. people need to learn. لازم الناس تتعلم how to live within their means. alive على قيد الحياة او حي كadjective. my grandmother died last year but my grandfather is still alive. ربنا يديله الصحة بقى. living معيشة حي. ما يؤدى من عمل لكسب المال. what do you do for a living. يعني what do you do for a living. ماذا تفعل من أجل المعيشة. يعني what's your job. I'm a lawyer. the high cost of living. خلي بالك يا جماعة ال high cost of living يعني ارتفاع إيه. طيب حاضر. ارتفاع تكاليف المعيشة. يعني ايه ارتفاع دي حاجة كويسة للوحشة. وحشة طبعا دي مشكلة. ارتفاع تكاليف المعيشة يعني المعيشة غالية. يعني الناس مش قادرة تعيش كويس وتشتري اللي عايزاه مثلا. ده غير the standard of living يا جماعة عشان الترجمة. standard of living مستوى المعيشة. مستوى المعيشة ده المفروض تبقى حاجة كويسة. يقول لك الحكومة بتبذل مبوسة لرفع مستوى المعيشة. is a problem for many people. biology is the study of living. اهو هنا هي معنى حي. living ما نقولش الاشياء الحية. لما اجي اترجمها بقى اترجمها ازاي. اترجمها ازاي بقى. علم الاحياء هو علم دراسة الكائنات الحية. خلي بالي مش انا ما بترجمش كل كلمة كده لوحديها. لا ساعات الكلمتين مع بعض او العبارة تدي معنى معين. فالكائنات الحية من التعبيرات الجميلة اللي احنا ممكن نحتاجها في الترجمة. خلي بالي lively بقى يقول الشخص ده lively يعني مفعم بالحياة مليء بالحياة والنشاط. he has a nice lively personality شخصية. lifeless بقى ال LESS زي ما اقول useless hopeless وكده تدي معنى without. ف lifeless يعني without life. there was no breathing or pulse. لا في النبض ولا تنفس. يا نهار ابيض. يبقى he was lifeless يعني he was dead. طيب نفرق كده بتفريق طبعا قريبين جدا في المعنى. ache و pain يا جماعة. ache ألم يرتبط بجزء من الجسم. عارف دماغك تلاقي يا ابوي على الصداع. ايه ده الصداع ده ache بقى الظهر بقى ظهري اصلا انا موطي ليه فترة ف
عشان اجيب حاجه من على الارض مثلا، في ظهري بيألمني، الاذن بقى، المعده، الاسنان، اسنان وتيجي كفر بمعنى يؤلم، يبقى ايريك، هيدك، توثيك، باك ايك. لكن بين بيبقى عاده الم، عاده يا جماعه، علم بيبقى مفاجئ وناتج عن جرح بالسكينه بقى، جرح كسر، يا نهار ابيض، اصابه، تمزق. وخلي بالي بقى ان كلمه زي الشارب تيجي مع مين؟ تيجي مع بين. يعني ما فيش حاجه اسمها شارب ايك، لكن هي الشارب بين. هنا بقى ايك فور، يقول لك انا نفسي في كذا، يتلهف على، يتوق الى، his feet were aching، اهو رجلي وجعاه من كتر الوقفه مثلا، I'm aching for sleep، انا اتلهف على النوم، ليا يومين ما نمتش، she felt a sharp pain، sharp مع بين. كلمة تشالنج يا جماعة، تعبيرات جميلة، متلازمات بتيجي مع تشالنج لذيذة جدا، meet a challenge، يواجه، مش يقابل، او يقابل حلوة بس يواجه التحدي، rise to a challenge، نفس الفكرة، تشالنج، يواجه تحدي، pose او represent، تمثل، تشكل تحديا، a serious challenge، تحدي خطير، زي التلوث مثلا البيئي، لو انا بتكلم في موضوع عن التلوث، accept a challenge، يقبل التحدي، يقول لك face at، يواجه برضو، يبقى عندي face وعندي meet، a huge challenge، تحدي هائل، a real challenge، تحدي حقيقي. بعد كده هنلاقي الكلمات والمرادفات بتاعتها، كلمة وعكسها، حروف الجر، الirregular verb. يا جماعة أنا عايز الناس تركز على حروف، لازم الأفعال الشاذة يا جماعة تتحفظ، لازم derivatives بقى، المشتقات اللي احنا حكينا فيها، collocations بقى، وكلمات خاصة بالtranslation، الترجمة، والcomprehension، القطعة، والS writing. وخلي بالي من الحاجات دي، عايز أقول الحاجات دي كمان يا جماعه بتتكرر كتير اهو، يقول لك امراض مزمنه يفوق التوقعات، سوء التغذيه، احتياطات لازمه لتجنب الاصابه بالامراض المعديه، عامل رئيسي درجات الحراره، واجب وطني، تنميه، هويه، دليل، كلمات مهمه جدا اخلي بالي منها. بعد كده عندك بقى اللي هم الـ80 جمله، الاكسرسايز اللي هو على الفوكاب. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم بقى في الجرامر، والجرامر بتاع يونت 4 يا جماعه مهم جدا، بتاع الديستريبيوتيفز دي بقى، ادوات التوزيع، والديترمينرز، محددات، زي اولو بوث وهاف، ودايما هاف والطلبه كانوا بيشكوا منهم كتير، لكن ان شاء الله هنشرحهم بطريقه جميله. ان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي، وانا حاطط في بدايه الفيديو يا جماعه اسماء المكتبات اللي انا اعرف ان هي بتصور المذكره. المذكرات زي ما انتم عارفين موجودة على النت، وممكن اي واحد يعمل لهم داونلود في مكتبة ويصورهم، ربما تكون هناك مكتبات تانية، لكن اللي موجودين دول نعرفهم وناس كويسين، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا.